أهلا وسهلا مشاهدينا في جزئية أخيرة لتحليل أبرز الأخبار الرياضية المحلية رفقة الصحفي والمحلل الرياضي زميلنا سامي دراس. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير عليكم الزملاء حمد وحسام، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الشروق. كيف أجواء الخريف دي معك؟ المفروض تنعنش مع الصباح صح، يا أجواء سمحة سامي. والله، أجواء يعني رائعة جدا جدا، ونسأل الله أنه يجعل الأمطار أمطار خير وبركة وتنبت زرعا وثمرا إن شاء إن الله. شاء الله بإذن الشارع الله. كيف الليلة لحد ما وصلتنا؟ والله الحركة بطيئة جدا، الشوارع شوية مختنقة مروريا طبعا بسبب الأمطار والأرضية السيئة في الشوارع وكذا. حسام شكل منك اثنين، محلل رياضي وعلى أرض الواقع لحركة مش السير والمواصلات. طيب نبدأ مباشرة يا حسام. نعم، نبدأ من منتخبنا الوطني واللي بيفكر في معسكر إعدادي بتونس ويفكر في ملاقات منتخب نسور قرطاج. هناك أفكار أيضا وورد اسم الكاميرون وعدد من المنتخبات استفادة من المباريات الكبيرة باعتبارها تكون خير إعداد لمنتخبنا الوطني. نعم، لجنة المنتخبات التابعة لاتحاد كرة القدم السوداني تقوم بمجهود كبير من أجل إعداد المنتخب الأول اللي بتنتظره استحقاقات أفريقية مهمة جدا. واحدة من الترتيبات بين الاتحاد السوداني والاتحاد التونسي لخوض مباراة ودية مرتب لها في شهر أكتوبر المقبل. في تقديري إن اكتملت هذه الترتيبات ستكون مواجهة من العيار الصغير تقدم خدمة فنية حقيقية لمنتخبنا اللي حيواجه غانا في نهاية شهر 10 ضمن التصفيات أمم أفريقيا للعام 2022 بالكامل. طيب يا سامي، شفنا انه مجلس إدارة الصوبات عقد كثير جدا من الاجتماعات، اجتماعين او ثلاثة، وكانت اجتماعات إيجابية جدا، لكن فيما يخص التسليم والتسلم، هل ده ممكن يعيق، يعني تأخر ممكن يعيق عمل اللجنة؟ بالفعل يعني تأخر هذه الخطوة يعني لأيام عطل من عمل اللجنة، لكن في الأخير هي مثال لعمل مؤسسي احترافي بصورة جيدة بين طرفين. مجلس منتخب انتهت فترته ولجنة التطبيع جاءت لتصدي المهمة. في تقدير إنها خطوة يعني تمثل إبراء ذمة للمجلس السابق وتضع لجنة التطبيع في الصورة بشكل كامل بعد تسلمها لملفات مهمة مثل مستحقات اللاعبين وملف المديونية وملف العضوية وأشياء كثيرة يمكن أن تعين في مشوارك. نعم، ما هو المطلوب في المستقبل القريب من لجنة تطبيع الهلال بقيادة الصوبات وبقية أعضاء اللجنة؟ اللجنة مطلوب منا العمل على مدار الساعة لحسم قضايا كثيرة. أولا يمكن المسائل المالية دي مفترض تحسم بشكل سريع جدا جدا. بعد ذاك في ترتيبات محتاجة لوقت زمني، مثلا لما الشمل الهلالي يحتاج ل يعني صدر رحب من لجنة التطبيع على أنها تتقبل كل الآراء الهلالية عشان ما تقدر تلم الشمل وتصل لمرحلة الجمعية العمومية الانتخابية. كان في إشارة إنه الصوبات زار قناة الهلال وأيضا وقف على إمكانية تسديد كل المستحقات الجهاز الفني والإداري، هل ممكن نحسب خطوة كويسة في سبيل حلحلة كل مشاكل النادي يعني أو جزء منها الآن؟ نعم، لجنة التطبيع يعني تعرف جيدا مهامها وتسير في الطريق خطوة بخطوة. قناة الهلال واحدة من الاستثمارات الناجحة يمكن للنادي في الفترة الفاتت دي، معول عليها كثيرا في الفترة الجاية عشان ما تساعد الإدارة في تسيير النشاط باعتبار أنها ضمن الأجندة بتاعت الاستثمار وكده. فجلسة الطرفين لجنة التطبيع وإدارة القناة كانت جلسة مثمرة، أكدت إدارة القناة دعمها للجنة التطبيع ووقوفها مع النادي وتقديم الكثير للجنة في الفترة الجاية. يعني لاعبي الهلال وما بين من يريد أن يواصل ومن يريد أن يذهب، هناك حديث عن أنه أطهر الطاهر لن يواصل مع الهلال بل جلس فعليا مع نادي سموحة المصري ووقع عقدا مبدئيا. هذه أخبار متداولة. العرض اللي قدمه فريق بلوزداد الجزائري بطل الدوري الجزائري شباب بلوزداد لوليد الشعلة وما بين الهلال يرفض ورغبة وليد في الاحتراف الخارجي. ملف اللاعبين في الهلال ملف شائك جدا. نعم، الآن وفي هذه الفترة يعني ارتفع طموح اللاعب السوداني بشكل جيد جدا وأصبح كل لاعب يخطط للاحتراف خارجيا. ذكرت مثالين تماما يعني يشرح الوضع الحاصل بالنسبة للاعبين، محاولات أطهر الطاهر للاحتراف خارجيا
والعرض الجزائري من فريق شباب بلوزداد لمهاجم الهلال وليد بخيت الشعلة. في تقدير انه مجلس الهلال رفض العرض الجزائري بقرار مشترك مع اللاعب بعد جلسة جمعت الطرفين أمس، لجنة التطبيع واللاعب أمن من خلال الطرفين على ضرورة استمرارية اللاعب مع الفريق في المرحلة الجاية، وتم رسميا إغلاق الباب أمام الفريق الجزائري. فيما يخص أطهر الطاهر، يعني كان في إشارة أنه سموح المصري هي مجرد أخبار كانت متداولة، صحيح يعني كان ما بين الاثنين، أنه حماد الصدقي لأنه هو عارف مهارات اللاعب تم إقالته أيضا من نادي سموح المصري، يعني هل ده ممكن يعيق الصفقة إذا كانت هنالك صفقة أصلا على أرض الواقع؟ والله حقيقة إنه حماد صدقي فترة في الهلال الأمضاء يعني تعرف أطهر الطاهر جيدا، فضلا عن البنية الجسمانية والصغر سنه، فوجد فيه كثير من الإمكانيات الفنية اللي ممكن تأهله للعب في الدوري المصري سواء مع نادي سموحة أو أي نادي آخر. لكن أنا في تقديري بتفق معك تماما إنه حماد صدقي هو من يرشح اللاعب السوداني للدوري المصري، وما أعتقد إنه شرطا نادي سموها احتمال ينتقل لأي فريق نادي آخر. آخر. جميل. الهلال أيضا يعود للتدريبات أمس، وهو استعداد متأخر طبعا للدوري اللي فيه رهاصات إنه ممكن ينطلق يوم 15 بعد توصية شداد. أتفق معاك إنه الهلال بتواصل تحضيراتها، انتظمت في معسكر مغلق من حي العرب والسودان مريخ الفاشل، دي ظلت في فترة تحضيرات على مدار الأيام الفاتت في العاصمة هنا. نادي الهلال إشراف الجهاز الفني بقيادة الفاتح النجر وفتحي بشير وهاشم تيا كندورة، دي البداية أكيد هي بداية بدنية، بدأوا في تدريبات إحمال، واليوم حينتظم الفريق في معسكر مغلق عقب التدريب المعلن عصراً. دي في اطار انه الجهاز الفني وضع برنامج واضح لتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا تاهبا لعوده المنافسه. طيب فيما يخص ايضا الهلال واستئناف النشاط الرياضي، خاصه انه الدوري حيكون ضاغط جدا، ما بين الاستئناف النشاط الرياضي وايضا ما بين حسم الملفات الافريقيه، خاصه اذا قلنا نهايه الدوري حيكون في منتصف اكتوبر، حتكون في النتائج النهائيه لرفع الاسماء المشاركه، كيف حيكون شكل التنافس في الدوري يعني؟ وهل ممكن يشكل لنا اثار سلبيه اخرى، خاصه فيما يخص التدريبات اللي كانت غير كافيه بالنسبه للاعبين كل الفرق؟ صحيح، الان وضعيه الهلال على صداره الترتيب رصيد 51 نقطة، تبقت له 10 مباريات، 10 مباريات دي حيلعبها في فترة ضاغطة جدا يمكن ما تفوت ال 30 يوم، ودي مباريات هي على مستوى النتائج حاسمة بتحدد مصير الهلال يا إما المركز الأول أو المركز الثاني. لما تجي تشوف منافسين الهلال بتلقاهم قريبين منه في الترتيب، يليه المريخ وهلال الأبيض متساويين في النقاط 49 نقطة لكل فريق، وده بيوريك شكل التنافس انه الانديه قريبه جدا في النقاط، وربما يكون يعني في المركز الثاني بالتساوي المريخ وهلال الأبيض، لانه ما تقدر تقول مواجهات مباشره، كل فريق لعب مباراه واحده، فالمساله يعني تحتاج لعوده النشاط عشان ما تصل لنتيجه عادله ومنطقيه. يعني المساله تحتاج لعوده النشاط، عوده النشاط وفرص عوده النشاط في الاصل من عدمه، كيف تقرا واقع عوده الدوري الممتاز؟ اتحاد كرة القدم لديه رغبة أكيدة في استكمال النشاط، وهو يحاول إنه يتحدى كل الظروف ويعود النشاط لمصلحة الأندية. يعني البروف كمان شداد قبل يومين أصدر توجيه للجنة المسابقات طالب ببرمجة المباريات في ما بعد 15/9. تبريره لهذه الخطوة بيفتكر إنه نحن مطالبين بتسمية أندية خارجيا، وإذا ما اعتمدنا على ترتيب الموسم الفات كده بنكون ظلمنا انديتنا، وما بتكون في منافسه حقيقيه بتاهلهم عشان ما يشاركوا في الموسم الجاي بشكل فني جيد. فبيرى انه استكمال الدوري بيأهل الانديه فنيا وبيجيب نتائج عادله، يعني الانديه بتتنافس على المراكز الاول والثاني للمشاركه في ابطال افريقيا، الثالث والرابع للكونفدراليه، فدي مفترض تصل بنتيجه عادله يعني الانديه دي. طيب سامي، كان في سيل من الانتقادات اللاذعه جدا على المريخ وعلى إدارة نادي المريخ، خاصة في تحميله لكثير جدا من القضايا والأخطاء بالنسبة للإعلام الرياضي عموما والإعلام الرياضي المريخي. لو تكلمنا عن الخلاف الآن اللي بيدور على حسب الأنباء اللي وردت بين مجلس المريخ وإدارة الاتحاد العام حول النظام الأساسي يعني، ومدى تأثير أيضا على المريخ. نعم،
هذا الخلاف يمكن عمره أكثر من 10 شهور. نادي المريخ كان عقد جمعية عمومية في شهر أكتوبر من العام الماضي، أجاز من خلالها نظام أساسي بمشاركة 446 عضو من أصل 666. هذه الجمعية صارت جدل قانوني كبير مستمر حتى الآن. الاتحاد لم يحترف بالجمعية العمومية لأجازة النظام الأساسي، وقبل يومين طلع خطاب لنادي المريخ طالبوا بتحديد موعد جديد لإجازة النظام الأساسي، في إشارة واضحة إنه نحن النظام الفات ده ما محترفين به ومفترض يتعدل. مجلس المريخ ما قبل الخطوة وبيخطط لأبعد من كده، بيرتب لعقد انتخابات وكده على ضوء النظام الغير محترف، ففي تباعد كبير في المسافة بين مجلس المريخ واتحاد كرة القدم. طيب ده قدر كيف ممكن يؤثر الآن إذا تم استئناف النشاط الرياضي؟ كثير جدا من الملفات الغير إيجابية داخل أروقة نادي المريخ، يعني المشادات دي، هل ده ممكن يؤثر برضو على اللعب في النادي؟ والله نكون واضحين جدا وصريحين إنه هنالك مشاكل كثيرة تضرر على إسراء فريق كرة القدم. الآن الوضع الإداري المتباعد والخلافات الكثيرة داخل النادي أثرت على حتى الآن المريخ ما يغيب عن التدريبات، المريخ يعني في الراحة، وهنالك أسماء يعني تطالب بمستحقات مالية من المجلس، دي كلها الفريق متضرر بشكل كبير من الخلاف الإداري في النادي. نعم، يعني الأحوال الإدارية دائما لا تكون هادئة. نتابع ايضا في الاخبار انه هناك استغلالات جماعيه مثلا في مجلس اداره نادي هلال كادوكلي. لماذا دائما يعني ادارات الانديه في السودان يعني استغلالات، اشكاليات بين اللجان المختلفه، التنظيمات المختلفه اللي نراها في القمه، متى نهدأ اداريا حتى نستطيع ان نتطور على المستوى الفني؟ نعم، الاستغالات لمجالس الادارات هي بصراحه هروب من الواقع المالي الصعب جدا جدا. انت بتكون في مجلس اداره محتاج لك يعني مليارات في الشهر عشان تسير نشاط الفريق، من يعني حجز للملاعب، التدريبات، ترحيل، وجبات للاعبين في مقر المعسكر، فصرف ضخم جدا جدا، يعني يصعب على اي فرد تحمله لفتره طويله. ده نتيجه لانه ما في جهات بتمول الانديه دي، جهات حكوميه او مثلا جهات تجلب رعايه للنادي تغنيه عن جيوب الافراد. نعم، يعني كل نادي يعتمد على 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 جيب الافراد كما ذكر. بالضبط. متى تحترف هذه الانديه في كل ما يعنيها من امور، وتحديدا يكون عندها استثمارات خاصه تكتفي ذاتيا؟ يعني سعر القميص الواحد للاعب يمكن ان يكون مجزي تماما في حال توفر متاجر وقمصان اصليه واحد من الاستثمارات. وهناك افكار كثيره جدا، متى نكون نحن في الجانب الاحترافي كالانديه الخارجيه؟ بعد ما نحن نفكر ونعمل اكيد حنوفر استثمار، لكن الان ما في نيه في التفكير اصلا، فما في، الناس بتجي وتعتمد على الاخوانيات، ده يدفع وده يدفع والامور بتمشي، لكن لذلك كل لجنه يعني اسم اكس من الناس على رئاسه اللجنه ويعتمدوا عليه بشكل مباشر. طيب لو كان في ايضا جانب اخير واشاره، على انه شاهدنا نحن دوري ابطال اوروبا كثير جدا من الانديه اللي سقطت برضه بسبب جائحه كورونا اللي اثرت سلبا على امتداد التدريبات داخل ارضيه الملعب، وكمان في انديه قدرت انه تستفيد يعني في السرعه الزايده او كده، والتدريبات اللي بتكون داخل المنازل يعني الاحماء او كده بوظيفه كل مدرب يعني في جانب. بالامس التقيت بواحد من يعني لعيبه منتخبنا الوطني، وكان التاكيد عنه الخبر اللي يعني خرج من المدرب انه والله انا اللعيبه بتاع المنتخب الوطني اللياقه البدنيه بتاعتهم تعبانه، الدليل نتائج للتاثير جائحه كورونا. فقال لي كيف عايزيننا نقول بكامل جهدنا وكامل لياقتنا البدنيه ما دام التوقف المستمر ده وكل المشاكل النفسيه والماديه وغيرها؟ فانا دار اسال، حتى المعسكرات اللي هي ضاغطه الان هل ممكن برضه تحل لنا يعني مشكله كبيره وتعدهم بالشكل المطلوب؟ والله إذا في متسع من الزمن اللاعب ممكن يجهز بدنيا وفنيا، يعني ممكن الفترة بتاعت 30 يوم ترفع الجاهزية بتاعت اللاعب لنسبة كويسة خالص جدا، فالمسألة بتبقى مسألة بتاعت وقت وكده، وصراحة اللعيبة يعني ما عندهم إمكانيات تأهلهم إنه يعملوا إعداد فردي. يمكن نحن عالميا نتابع إنه اللاعب عالمي
يكون عنده صالة بتاعة تدريبات خاصة وكذا. هذه الإمكانيات غير متوفرة للاعبنا في السودان، عشان كذا ما بنقدر نلومه. انت لقيت منو من اللعيبه؟ لقيت من اللعيبه طبعا بالمصادر، يعني أيوة ما بتقدر أيوة. تحدد الشخص عشان يدان بعد صح. ذلك فهي مجرد تصريحات يا حسام. قول لي وانت ادرى بعد له ان شاء الله. أيوة. مقدرين ليه تعرف يا حسام؟ أيوة. شكرا. في اشاره؟ هو في اشاره لكن انا امشي للمساحه العالميه. وما شغل الراي وهدع قليلا هو موضوع ميسي، يعني بدات الاخبار تهدى قليلا بعد تاكيد ميسي الاستمرار في برشلونه. وجانب اخر انه تابع يعني دوري الامم الاوروبيه بدون جماهير ومستويات متباينه ايضا ومختلفه. نعم، كانت قبل ايام قضيه العالم، بل قضيه الساعه في كل العالم، يمكن رحيل ليونيل ميسي عن فريق برشلونه. لكن الامور هدأت زي ما ذكرت بمؤشرات استمراريه اللاعب في الفريق، لكن استمراريته ما حطول، حتى لو ريح يرجع موسم، وده مصير كل لاعب. يعني دائما اللاعب بيعدي فترته وبيمشي وبيفضل النادي. مفترض جماهير برشلونه تهيئ نفسها مبكرا لرحيل واحد من ابرز النجوم اللي تعاقبوا على فريق برشلونه. نتابع برشلونه ما بعد ميسي. ايوه، الناس تهيئ نفسها على كده، لانه مهما طال الزمن انه هو حيجي يوم يمشي شوي. واصبح يعني في العمر كبير. أيوة. الناس بيقولوا انه على حسب الجماهير والاقوال برضه نداءات، انه كان مفترض نادي برشلونه يستفيد من عطاء ميسي انه يعيره لنادي اخر ويكسب من خلاله مبلغ كما فعل ريال مدريد برونالدو كريستيانو رونالدو. لكن ممكن يستفيد منه في الوقت الحالي، يعني تسويق الاقمصه والتفاصيل الكثيره دي جدا. احنا مقدرين جدا على كل التحليل الكافي والوافي ذا سامي دراج. شكرا جزيلا نافذه الرياضه هذا الصباح. خلاص صباح شركة الخير. شكرا، انا سعدت بلقائكم وسعدت بالاطلاله. اتمنى انه نكون قدمنا ما هو مفيد للمشاهد الكريم. شكرا جزيلا. حتوريني ولا برضه حنختم؟ حنختم وحنوري يا حسام. انت من طابعك الصحفي الاعلامي عارف انه في معلومات خفيه ومصادر لابد لا تقال للعامه، يعني فيجب انه تستند على مصادرك وتتحدث. يعني انت مصدر بقى لاعب في المنتخب الوطني. مصدري بقى لاعب في المنتخب الوطني. مصدر لاعب في المنتخب الوطني. هنشوف قائمه اللاعبين فيهم كم الان في المنتخب الناس تمرنوا، شوف اضعافهم لياقه بدنيه على الهواء. وانا بحاول اعرف اللي مس لاقي حمزه بنو بوريكم يعني ما في الا 2 3. تقبلوا تحية فريق العمل لهذا اليوم بكل جدية كذا. نحييكم. الخطاب لازم يكون جدي. لازم نودع المشاهدين بكل جدية زي ما هم بيكونوا دائما متابعيننا بكل أريحية ونفس طيبة. شكرا دائما للمتابعة، طيبة هذه المتابعة. تقبلوا تحية فريق العمل لهذا اليوم، تحياتي أنا وزميلي حمزة. شكرا جزيلا. بكرة فريق عمل جديد، تحية أيضا فريق العمل. في رعاية الرحيم مشاهدينا، مع السلامة.